Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You're all welcome here again with me, Mr. Muhammad, and you listen with fourth grade. Today, inshallah, we're gonna conduct period 5 and period 6 from unit 6. حناخد اليوم inshallah اللي هو الدرس الخامس والسادس من الوحدة السادسة, and it's the last lesson here. وهو هذا آخر درس في هاي الوحدة. لكن قبل ما نبدأ, مثل ما تعودنا, لازم تكون انت متابع دروس الوحدة السابقة حتى ما تواجه أي صعوبة في الدرس الحاضر. So, are you ready? جاهز؟ Let's get started. Today, inshallah, we're going to talk about something called the weekend. لاحظ النص اللي باللون الأحمر على الجنب. بيقول لي في حاجة اسمها باللغة الإنجليزية the weekend. يلا عيد معي. Weekend. At the weekend. At the weekend. طب يلا أسرع. At the weekend. ممتاز يا بطل. دائما عطلة نهاية الأسبوع اسمها weekend. عطلة نهاية الأسبوع. نهاية الأسبوع عندنا اللي هو يوم الخميس وإيش؟ والجمعة. ولكن عند الأجانب اللي هو يوم الجمعة والسبت اللي هو Friday Saturday. كمان مرة لما يسألني عن الويك إند هيكون في عندي احتمالين إجابتين اللي هو يوم الجمعة ويوم السبت. أوكي؟ I'm sorry. أوكي. ضايل عندنا ملاحظة واحدة اللي هو قبل الويك إند نضع حرف الجر at. كمان مرة, قبل الويك إند نضع حرف الجر إيش؟ at. عشان لما تجيني في الاختبار مكتوب عندي ويك إند وقبلها حروف جر, إيش أنت راح تختار؟ حرف الجر at. بعض الكتب راح تلاقي مكتوب فيها on the week end, تمام؟ بس هذا الكتاب بيكون عبارة عن اللي هو الـ English American اللي هو أمريكي, احنا بنتعلم اللي هو British, لهيك موجود عندنا at. أوكي؟ سواء at أو on both are correct, لكن إذا جابلنا إياها في اختبار أو أي إشي احنا بنتقيد بالإشي الموجود معنا اللي هو at the weekend. أوكي؟ تمام. وحكينا إنه قبل الأيام دائما نضع حرف الجر on. قبل الأيام نضع حرف الجر إيش؟ on. فبقول on Fridays, on Saturdays, في أيام الجمعة, في أيام السبت, وبكمل الجملة اللي بدي أحكيها. أوكي؟ تمام. في هذا الدرس طبعا عندنا سؤال جديد. السؤال هذا بحكي لي What do you do؟ هذا قديم. What do you do؟ ماذا تفعل؟ تمام؟ يلا عيد معي. What do you do؟ مش سامع. What do you do at the weekend؟ What do you do at the weekend؟ Again, يلا بسرعة عيدة معي. What do you do at the weekend? ممتاز. الوات طبعا في عنا حرف ال W H يلفظ و. تمام. صير What do you do? What do you do? What do you do at the weekend? تمام يا بطل. ماذا تفعل في يوم العطلة؟ إيش تعمل في أيام العطلة؟ عندي يومين اللي هو الجمعة والسبت. فعنا حمزة إيش بيحكي؟ On Fridays, on Fridays, في أيام الجمعة, I go to the mosque. I go to the mosque. يلا عيد معي. Go to the mosque. أذهب إلى المسجد. بقول أنا بروح على المسجد يوم الجمعة. بقول On Friday, I go to the mosque. Excellent. الثاني الموجود عندنا On Saturdays. Saturdays أيام السبت إيش بيعمل؟ I play football. I play football. تمام يا بطل؟ 100%. طيب نيجي نشوف الأنشطة الموجودة عنا وإيش زميلنا عملوا في هذا النشاط. نلغي أكاد وننزل التمرين. بحكي listen and match then write. listen راح نستمع, write راح نكتب. تمام, اللي هو راح نكتب حرف اللي هو F اللي Friday, S اللي هو Saturday. فمثلا حمزة فوق حكى On Friday I go to the mosque, أيوه مسجد. تمام, طبعا هذا مسجد إيش لما تشوف الصورة هاي اللي هو هنأخذ إن شاء الله في أول درس في الفصل الثاني اللي هو اسمه المسجد الإبراهيمي, إبراهيمي Mosque in Hebron في الخليل. أوكي, وهذا طبعا حرف الإس لأنه Saturday حكى حمزة I play football, هيها On Saturday I play
فوتبول. وتقريبا انت ايش راح تعمل؟ راح توصل اللي هو ماتش، راح توصل هاي الصوره. اوكي، يبقى في عنا زميلنا حمزه، فيونا، هاله. زمايلنا هذول الموجودين عنا هم اللي بدهم يحكوا في هذا الحوار، لهيك كل عباره راح توصل منها قديش؟ جزئين، تمام؟ يعني فيونا حتروح توصلها على صورتين، وهاله راح توصلها ايضا على صورتين. اوكي، وتنساش تكتب تحت حرف الاف لفرايدي، حرف الاس لساتردي. Are you ready؟ جاهز؟ ارمي كل اللي حواليك. Listen carefully، استمع بدقة وبحفظ. Track 56. What do you do at the weekend, Hamza? On Fridays, I go to the mosque with Dad. What about Saturdays? On Saturdays, I play football. What about you, Fiona? I go to the playground with my friends on Fridays and I play basketball on Saturdays. What do you do, Hala? On Fridays, I go to the beach with my family. And on Saturdays, I listen to music. تمام يا بطل؟ 100%؟ اوكي. إذا أنت نقص عليك أي معلومة، ما وصلتش أي واحد، أو ما كتبتش الحرف الناقص، ارجع للفيديو تمام من أول وجديد ونسمع من أول وجديد. لازم أقل إشي تسمع 3 مرات، الأولى عشان نتعرف على النشاط، الثانية للكتابة، والثالثة للتأكد من إجاباتنا. لكن إحنا بنسمع مرة وبعدين بنحله معك حتى تتأكد من إجاباتك، أوكي؟ طيب، بالنسبة للشخص الأول اللي هو حمزة، حكى لنا Friday go to the mosque، حكى لنا بعدين Saturday play with play football. أوكي، نيجي على زميلتنا الثانية فيونا. Where is Fiona from؟ متذكر؟ She's from London or Britain، تمام؟ طيب، فيونا إيش حكت؟ On a Friday I go to the playground with the friends. بعدين إيش حكت؟ On Saturday I play basketball. يبقى عنا وصلنا فيونا، وما تنسى انه هذا حكت عنه Friday، اكتبه كابيتال لتر، في عنا basketball Saturday. 100% بطل، تمام. اخر واحدة زميلتنا هلا ايش حكت؟ On a Friday I go to the beach with my family. وبعدين حكت On Saturday I listen to music. تمام، لهيك نكتب الإجابات عنا. في عنا هنا F اللي هي Friday، في عنا هنا S اللي هي Saturday. هيك إجاباتك تمام؟ 100%؟ حفظت الإجابات؟ طيب، هل لقيت وإنت الإجابات موجودة؟ انتقل للتمرين اللي بعده واكتب لي الأنشطة كتابة، لهيك ننتقل مع بعض ونكتب لك إياه. أوكي؟ يلا مع بعض نمحي هات وننتقل للتمرين اللي بعد. وفي هذا التمرين الثاني في عنا listen and write then say. listen راح نسمع، write راح نكتب، say راح نقول. هو نفس الاستماع لك، مش هنرجع نسمع له كمان مرة، تمام؟ هتيجي على حمزة Friday، هتشوف وين حمزة موصل إله Friday، وش حكى؟ حكى I go to the mosque. بس صغر الخاء go to the mosque، تمام؟ فبتكتب عنده go to the mosque. هتروح على Saturday، ايش حكى حمزة؟ play football، تمام؟ نيجي على اللي بعديها فيونا. فيونا ايش حكت اللي هو اللهم صل على محمد يوم Friday؟ حكت I go to the playground، اذهب الى playground طبعا with my friends. playground اللي هي ارض الالعاب. on Saturday ايش بنعمل في يوم السبت؟ حكت فيونا I play basketball اللي هي كرة ايش؟ كرة السلة. on a Friday هلا، وFriday ايش تعمل Friday؟ excellent، حكينا go to the beach، تذهب الى شاطئ البحر. ومرة طلبت منكم طلب اللي هو ايش يعني كلمة peach، متذكرينها؟ اذا مش متذكرها ابحث عنها، بعرف ليش يعني peach. هاي peach
أما اللي فوق beach تمام؟ beach شاطئ. طيب peach إيش معناها؟ إذا بتعرف خبرني ماشي؟ طيب وآخر واحدة اللي هي في Saturday إيش حكت؟ I listen to music. Listen to music. تمام يا بطل؟ هاي الأنشطة اللي كانت موجودة معنا. بعد النشاط الأخير في هاي الصفحة اللي هو say قول، وهذا تدريب إنك أنت تتدرب إنك تحكي السؤال وتحكي إجابات. فبتخلي ولي الأمر يسألك تمام وأنت بتجاوب على يوم الجمعة ويوم السبت إيش كنت تعمل فيهم. طبعا سيبك من هالجيت لأنه هالجيت حجر تمام. إيش كنت تعمل سابقا في يوم الإجازة يوم الجمعة والسبت. أما هذا السؤال أنا بدي أسألك وأنت حاول اقرأ لي الجملتين هنا. أوكي يلا مع بعض. What do you do at the weekend؟ ماذا تفعل في يوم العطلة؟ إيش الأول حكى؟ يلا اقرأ. On Fridays تمام. I go to the playground. ممتاز. يلا اللي بعديها. On Saturday I play basketball. ممتاز. دائما حاول اقرأ الجمل واقرأ العبارات اللي بناخدها في كل درس حتى ان شاء الله نتدرب على القراءة وتصير سهلة وبسيطة. اوكي ننتقل للتمرين اللي بعده. في التمرين اللي بعده موجود عندي نشاط صور وبيحكي لي رتب. ايش بيحكي لي؟ رتب. موجود عندي 4 pictures and 4 sentences and we are gonna match them together. اول شيء حنرتب نكتب بعدك حنوصل كل صورة مع الجملة. اوكي طيب كيف تعلمنا نرتب مسبقا؟ انا راح اكتب لك اياه فوق. غالبا كنا بنضع حرف الجر on لانه capital letter تمام وبعدين اليوم. مثلا on a Friday خلصنا من حرف الجر واليوم ببدا جمله جديده اللي هو الفاعل اللي هو بدنا نكتب احنا في الفاعل الضمير او الاسم. ضمير او ايش؟ او الاسم. يعني ممكن يكون عندي عمر ممكن يكون هي ممكن يكون هالة ممكن يكون شي ممكن يكون مثلا أحمد and مثلا علي تمام أو يكون they أو we. كل هدول ضمائر أو أسماء. بعد ما تخلص من الضمير أو الاسم بنكتب إيش؟ الفعل الأساسي. إيش بنكتب؟ الفعل الأساسي. اللهم صل على سيدنا محمد. والفعل باللغة الإنجليزية إيش اسمه؟ verb. إيش اسمه؟ verb. إيش يعني verb؟ الفعل. الفعل. بعد ما تكتب الفعل بضل تكمل. يعني مثلا قال لي play بدنا رياضة. قال لي listen ايش بدنا؟ music. قال لي go يذهب بدنا اسم مكان وهكذا. اتفقنا؟ 100%؟ نبدأ؟ اوكي يلا نبدأ. Number one Friday I music listen to on. فايش راح نبدأ دائما؟ هاي capital letter. في عنا on وفي عنا Friday بس دائما ايش بنبدأ دائما؟ on Fridays خلصنا منها. الفعل الضمير ايش؟ I. بعدين الفعل listen. ضايل عندنا music و to. من قبل to الى music الموسيقى وهي عند music في نقطة يبقى هي بتكون اخر الجملة تمام؟ I listen to music. وما تنسى في الحرف هذا في الصندوق هذا تكتب الحرف يعني A B C D وهي listen to music C. بكتب هنا حرف ايش؟ حرف C. تمام يا أبطال؟ طيب نيجي اللي بعديها. On بعدين اليوم. ايش اليوم؟ ممتاز. Saturdays خلصنا Saturdays بدنا الضمير. ايش الضمير الموجود عندنا؟ Excellent. I الفعل يلعب. ايش يعني يلعب؟ Play. Excellent. I play ضايل كمبيوتر وضايل games. مين قبل؟ Computer games. انا العب العاب الكمبيوتر دولة عين الببجي اللي قاعدين على الببجي هذا اسمه العاب الكمبيوتر. I play computer games. البيس الكانترا والببجي وش كل الشغلات هاي. اوكي تمام يا ابطال. طب وين العاب الكمبيوتر موجودة؟ excellent اللي هو الصورة دي. فبكتب في الصندوق ايش؟ دي. next اللي بعديها. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. هنا فيش يوم. في عنا اشي تاني بيبدأ اللي هو كابيتال لتر اللي هو حرف الجر ايش؟ at. حكينا at قبل ايش بنحطها؟ ممتاز. at the week end في عطلة نهاية الاسبوع. ايش بعدين؟ الضمير I بعد ال I خليها كابيتال لتر تمام. I
play with. I play with. أنا ألعب مع الأصدقاء. Friends. I play with friends. ألعب مع أصدقائي. مين اللي بيلعب مع أصدقائه؟ اللي هو تبع مين؟ عند كرة القدم. هذا أي صورة؟ A. فبكتب A. تمام يا بطل؟ 100%. آخر واحد موجود عندنا اللي هو إيش هيحكي لي برضو؟ On Saturday. خلصنا من On Saturday الضمير I. Excellent. Watch TV. ممتاز. I watch TV. وفي عنا في الآخر مكتوب كلمة to. To معناها أيضا لأنه عندها نقطة رح نخليها في آخر الجملة وهي أصلا تيجي في آخر الجملة. تمام. ورح نكتب حرفها في الصندوق اللي هو حرف إيش؟ حرف ال B. Watch TV. تدربنا 100%. ما تنسى بتجيب دفترك وبتكتب لي هاي القاعدة اللي فوق. تمام. وبتكتب اللي كتبناه في أول الفيديو اللي هو عطلة نهاية الأسبوع. تمام. وبترجعهم وبتكتب أمثلة مشابهة لهاي الأشياء حتى إن شاء الله تتدرب عليهم وتتقن مهارة ترتيب الجمل. لأنه معنا كان زمان جملة صغيرة من ثلاث كلمات واحدة عندها نقطة واحدة كابيتال لتر مثلا هي is a doctor. فهاي الأشياء خلصنا منها. هل قلت الجملة عندك طويلة؟ لهيك لازم تتدرب عليها. أوكي؟ تمام يا حلو؟ 100%. آخر إشي معنا homework، واجب بيتي. هذا الواجب بنقسم لجزئين. الجزء الأول كتابة write in your copy book، اكتب بخط جميل. On Thursday I have English. At the weekend I watch TV. يوم الخميس أنا عندي مادة لغة إنجليزية، أما في نهاية الأسبوع أنا أشاهد التلفاز. تمام؟ فبتمسك دفترك تكتب ليها ثلاث مرات بخط أنيق ومرتب. اتفقنا؟ هذا بالنسبة للإشي الأول. الإشي الثاني تكتب عندك السؤال اللي أخذناه What do you do at the weekend؟ وبدي إجاباتك، تكتبهم هنا في الكتاب وبتنقلهم أيضا على الدفتر. Write and say، اكتب وتكلم عنهم مثل ما أخذنا في التمرين الأخير في الصفحة السابقة. تمام؟ تكتب لي On Fridays يوم الجمعة I، وإيش أنت كنت تعمل؟ هيك تفكر أنت إيش كنت تعمل في أيام الجمعة؟ كنت تلعب كورة، كنت تروح مثلا على بيت جدك، كنت مثلا اللهم صل على سيدنا محمد تتفرج على التلفزيون، تلعب العاب كمبيوتر، اي اشي انت كنت تعمله سجل لي اياه في يوم الجمعه. ويوم السبت ايش كنت تعمل كمان سجل لي اياه في الفراغ الثاني وانقلهم على الدفتر. تمام. هيك بنكون انتهينا من درسنا. بتمنى الدرس عجبك واتقنته، وان شاء الله نلتقيكم في وحده جديده ودرس جديد. اذا عجبك الفيديو اضغط لنا لايك، وما تنسى اذا انت مش مشترك في القناه اضغط اشتراك وحتى يصلك جميع اشعاراتنا اول باول. نتمنى لكم اوقات حلوه and see you soon.